شوف بقى حسن رافعي هيقول لك ايه. هتلاقي الكلام اللي انت شايفه على النت في الطيار بتاع الميج 21 المجنون. هو ما كانش مجنون، هو كان شجيع لدرجة الجنان المحسوب والمجازفة والمخاطرة المحسوبة، بدليل ان هو على قيد الحياة لغاية النهاردة. That crazy Egyptian pilot started doing the craziest thing of all his maneuver, and that split us at 3,000 feet. He did things that I it's hard to believe that MiG-21 can do. Epstein is waiting. The MiG is dispatched with a short burst. انا حسن رافعي حي ارزق، اللي هو بيقول انه قتلني. يوم 6 اكتوبر بالليل جبنا قاعدين نسمع الاذاعات، فسمعنا ان اسرائيل بتقول ان بكره هنعمل وهنسوي وهندق عظامكم وحاجات كده. تاني يوم، يوم 7 اكتوبر، كان يوم خطير جدا، لان في اليوم ده الساعه 7 صباحا خدنا تحذير ان في طيارات داخله ونطلع سكرامبل. سكرامبل يعني نطلع في 3 دقايق نكون في الجو. فعلا يا دوبك طلعنا، اتفتحت ابواب الدوشم وطلعنا بالطيارات، لقينا طيارات الفانتوم فوق المطار بتضرب، وبتضرب الرانوي، بتضرب اماكن في القاعده. طلع عليها صواريخ، احنا طبعا كنا خرجنا بره الدوشم ومتخيلين الطيارات دي بتضرب علينا، فطبعا عملنا مناورات رهيبه على الارض، فتحنا الفول باور بحيث نجري بسرعه، دخلنا على الرنوي. فقائد اللواء قال ما حدش يطلع، انا ما كان المنصوري وانا دخلنا الرنوي، كنا دخلنا بس في حفر في الرنوي. بعد بالظبط ما طلعنا ورفعنا العجل، عملنا تيرن رايت ورا طيارات الفانتوم اللي كانت بتهاجم المطار، فقعدنا نطاردها لغايه قبل خروجهم لشرق القناه. كنا خلاص وصلنا لمسافه الاطلاق، انا قدرت ان انا انشن واسمع صوت الصاروخ كويس على طيارة فانتوم، وقمت ضارب الصاروخ. الطيارة أنا شايفها بعناية دخنت ودخلت شرق القناة، ما قدرناش نتابع لأن الأوامر قالت لنا ارجعوا بأسرع ما يمكن. رجعنا وقعدنا نلف حوالين المطار لغاية ما يعني سولنا مكان نقدر ننزل منه، لأن المطار كان أغلبه مضروب في الجناب وفي النص، فظبطولنا الحتة اللي في النص بحيث نزلنا بسلام. واليوم ده كان يوم صعب جدا، يعني نزلنا وبعد فترة طلعنا تاني مظلات للقوات البرية عشان نحاول ان احنا انها ما تتهاجمش بالاعداد الكبيرة من الطائرات اللي كانت بتدخل عليها. وكنا بنعاون قاعدة انشاص وقاعدة المنصورة في الموضوع ده، ومر يوم 7 الحمد لله بسلام. الفترة اللي بعد كده كانت مهمة جدا، لان الايام اللي بعد كده كنا بنطلع طلعات، طورنا من المظلات للقنص الحر، لان برضو دي نظرية، هم اعداد طياراتهم كانت اكبر مننا بكتير، فكان القنص الحر ده ان احنا بندخل ارتفاعات منخفضة جدا ونظهر في اماكن تواجد طياراتهم اللي بتحاول، جزء منها بيضرب قواتنا وجزء تاني بيحميهم، فتواجدنا في المنطقة دي بيربكهم، بيخليهم ما يركزوش على ضرب قواتنا، وكانوا يحاولوا يشتبكوا معانا. احنا كنا بنعملها بذكاء جدا، ندخل بسرعة عالية قوي، لو قدرنا نعدل وضعنا ونضرب على اي طيارة في وشنا كان بيها، او نكمل بسرعتنا العالية ونرجع لهم تاني، فتفضل هم في حالة قلق مش قادرين لا يضربوا ولا يصيبوا قوات من عندنا، وفي نفس الوقت ما يبقاش في خسائر من عندنا كتيرة. ودي كانت طريقة ناجحة الحقيقة، لغاية ما وصلنا
كان يوم 20 وده كان أول اشتباك قوي جدا. نحب ندي معلومات عن الثغرة برضو، ودي اللي بكلمكم عليه ده كل الشبكات كانت في المنطقة دي أو أغلبها في منطقة الثغرة اللي هي منطقة سرابيوم والبحيرات المرة وما وراءها. المنطقة دي اتواجد فيها قوات إسرائيلية في منطقة فايد وسرابيوم وكده، بس كانت الأول يوم 16 بأعداد قليلة جدا، وكنا المقاتلات القصفة بتاعتنا بندخل لها حماية مباشرة. كانت الحقيقة بذلوا مجهود جامد جدا، وكان مناظر بشعة في الضرب كنا بنشوفها بعينينا لأن كنا بنبقى فوقيهم عشان نحميهم. كان اليهود بندخل نشتبك، بس حصل أكتر من اشتباكين أو ثلاثة متكافئين، لا هو عارف يضربنا ولا احنا عارفين نضربه. الفترة دي كانت يعني القوات الجوية من كل القواعد بتتعاون بحيث ان احنا نطلع احنا وانشاص، مجموعة من انشاص مجموعة من فايد ومجموعة من منصورة، ونبدل على بعضنا طول اليوم. كان اليوم بالكامل تقريبا متغطي بحيث ان احنا نقدر نحمي القوات بتاعتنا. وصلنا اليوم 20، ودي كانت طلعة قنص حر اللي كان حجم طيارات كبير بيضرب في القوات اللي بتحصر الثغرة، وكان في دفاع جوي من عندنا ومن عندهم جوه سرابيوم وفايد والمنطقة الثغرة، وبراها كان من عندنا. فكان المنطقة الدخول والخروج منها صعب جدا لأن الصواريخ علينا وعليهم. احنا دخلنا منخفض جدا، كنا تشكيل من 4 طيارات. التشكيل ده دخلنا المنطقة بسرعة عالية جدا. التشكيل بتاع الاشتباك ده كان احمد المنصوري، حسن الرفعي، حسين كسيبة، مصطفى رحيم. التشكيل ده دخل بسرعة عالية لغاية المنطقة دي، كانت طائرات كتير مقاتلات قصفة لليهود بتضرب في قواتنا وفيهم ظلة حماية. دخلنا خدنا ارتفاع مفاجئ لغاية ما لقينا نفسنا في وسط عدد كبير من الطائرات. لقينا طائرات بالنسبة لنا الساعة 2 يعني على يمنا، دخلنا عليها وقدرنا ان احنا نظبط نفسنا ان احنا خلاص على وشك نضرب مدفع. بنبص لقينا ورانا 8 طيارات، طبعا كنا وراك تهديد جامد كده. سيبنا اللي قدامنا واشتبكنا مع الـ8 اللي ورانا. حصل في اللحظة دي كان في تعزيزات من مطارات اخرى، انفصلت، بقيت انا لوحدي والمنصوري لوحده وحسين كسيبة لوحده. انا دخلت اشتباك طيارة ورايا سرعتها وضعه احسن مني، هو ورايا بيضرب مدفع. انا حاولت عملت مناورات ان انا اتفادى الضربات واحاول ان انا اكسر الزاوية بحيث اجيبه اكوال بالنسبة لي. كانت صعبة لان سرعتي كانت اقل، يعني هو معاه سرعة اعلى مني شوية.